السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد والمدير ديال مقدم العروسي مدير العام فندق مجاهد الدالية مكناس. السؤال الاول سي مجاهد، كنشكرك بعدا على هذه الحفاوه ديال الاستقبال اللي درتوها للمتسابقين اللي كتعبر على الروح الرياضيه اللي يعني اللي كتعبروا عليها بهذا واجب علينا. هذا واجب علينا. سؤال، شنو هي الكلمه اللي توجهها للناس اللي يقدروا يديروا بحال هذه المساهمات هذو وهذه المبادرات للمتسابقين؟ كنطلب من جميع الفعاليات يعني بجميع الشرائح ديالها تشجع الرياضه بصفه عامه وبخصوص الدراجه المغربيه. كنشكرك جزيل الشكر ونتمنوا لهذه الاداره ديال الفندق كل التوفيق ونتمنوا تساعدوهم اكثر واكثر واكثر لان السيكليزم حنا الاشاره ديالكم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.